بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الفيديو ده هناخد فيه زمنين، الماضي البسيط والماضي المستمر. هما زمنين أي نعم، ولكنهم أقصر بكثير من المضارع التام وألطف وأظرف وأسهل. أول حاجة كده معانا زمن الماضي البسيط. عايزك تركز كده في أي زمن في الدنيا إن ليه ثلاث تصريفات، أي فعل ليه ثلاث تصريفات، تصريف أول، تصريف تاني، تصريف تالت. حلو. التصريف الأولاني ده زي كلمة ووش مثلا اللي معناها يغسل، الماضي منها اللي هو التصريف الثاني وشد، الباست بارتيسيبل منها برضو هو وشد. ده رقم واحد. التصريف الاولاني ده احنا بنسميه زمن المضارع البسيط، فانت عارف حتى مضارع بسيط هو التصريف الاولاني. التصريف الثاني ده بقى اللي هو حوارنا دلوقتي، ده ماضي بسيط. التصريف الثالث هو الباست بارتيسيبل، ده اللي بنعمل منه ماضي تام. عايزك تعرف كمان ان في افعال شكلها شاذ، زي مثلا كلمه فايند الماضي منها فاوند، والباست بارتيسيبل منها برضو فاوند، يعني يجد، وجد، وجدا. لكن في فعل مختلف شويه اللي هو اسمه فاوند. فاوند دي معناها يؤسس او يبني، الماضي من فاوند اسمه فاوندد، والباست بارتيسيبل برضه منها اسمه فاوندد. يبقى فايند، فاوند، فاوند، فاوند الماضي منها فاوندد، والباست بارتيسيبل منها فاوندد. دي رقم واحد واول ملحوظه عايزك تعرفها. الملحوظه الثانيه بقى معانا في الماضي البسيط، هي ايه هو فعل الماضي، الفعل المساعد للماضي البسيط؟ الفعل المساعد للماضي البسيط هو كلمة did، ودي حتة محورية وهنحتاجها. طب الفعل المساعد ده ايه؟ انا بستخدمه ليه؟ بستخدمه عشان اعمل النفي، وبستخدمه عشان اكون سؤال. ده رقم واحد. طيب اولا نبدأ بحتة تكوين السؤال. عايز اقول لواحد اين ذهبت بالامس، فاقول له مثلا الا استفهام وير، وبعدين الا استفهام فعل مساعد اللي هو did، وبعدين الفاعل اللي هو يو، والفعل في الجملة جو اللي هو يذهب يعني، ويسترداي لو انا عايز اقول له اين ذهبت بالامس. بس وانت بتعمل السؤال ده عايزك تركز انك انت التزمت بالسياق اللي هو اداة استفهام، وبعدين فعل مساعد، وبعدين فاعل، وبعدين فعل في المصدر عشان ديد بعدها الفعل في المصدر. ده رقم واحد. لكن لما الراجل يسألك سؤال زي ده يقول لك وير نوت يو يستر داي، يستر داي، يا ترى هنقول له هنا ديد ولا هنقول له وير يو؟ اختيارات كتير طبعا، وخليني اكتب لك كمان هاف معاهم كمان بالمره كده. انت في جمله زي كده لما تجي لك، انت طبيعه الحال كراجل كبير كده في ثانويه عامه عارف ان الفيرب تو دو عايزين بعده الفعل في المصدر، الفيرب تو بي ده عايزين بعده الفعل المضاف له اي ان جي، او عايزين بعده اسم او صفه او ظرف، او عايزين بعده جمله بدون فعل، يعني عايزين كده اللي بعدها ما يكونش فيه فعل. طب هاف عايزه بعدها باست بارتيسيبل. حلو. فانت بتقول لي وير نوت يو يسترداي، الجمله هنا كده فيها فعل؟ لا ما فيهاش فعل. ما دامها جمله من غير فعل فحضرتك هتختار وير. ثانيا انت لو ترجمت انت بتقول له اين كنت بالامس، يبقى نستخدم وير. ده رقم اتنين. رقم تلاته كده عشان ما انساش اقولها لك، ان مفيش في الانجليزي اطلاقا حاجه اسمها ديد مثلا، ديد يو بي، ولا في حاجه اسمها اي didn't مثلا بي، دول مش موجودين في الانجليزي. ايه الفكره؟ ان الفيرب تو بي ده في ملحوظتين لازم تعرفهم عنه. الملحوظه الاولانيه ان هو لا ياتي في المستمر، يعني ما ينفعش اقول لك مثلا اي ام بينج ساد، مش هينفع. لا. الحاجه الثانيه انه ابدا لا ياتي قبله الفيرب تو دو، الفيرب تو دو ما يجيش قبل بي، يعني زي ما في الجمله دي مثلا هنا فيرب تو دو وبعدين بي، ده غلط. طب هنا دو وبعدين بي، غلط. طب لو قال لك مثلا اي ام بينج ساد مثلا، الجمله كده برده مش صح. حلو، عشان نبقى متفقين على الحته دي. طيب الملحوظه الثالثه، احنا بنستخدم الماضي البسيط ده عشان نعبر عن حدث بدا في الماضي وانتهى في الماضي. فلو انت قلت لي I played a nice match، ده معناه انك انت لعبت الماتش والماتش خلص والدنيا ملهاش اي اثر قدامي ولا شايف حاجه فيهم. فالماضي البسيط بستخدمه عشان اعبر عن حاجه بدات في الماضي وخلصت في الماضي. طيب النفي الماضي البسيط بقى، نفي الماضي البسيط عشان تنفي الماضي البسيط فانت عندك اكتر من طريقه. الطريقه الاولانيه انك انت رقم واحد تبدا الجمله بالفعل وبعدين تستخدم didn't وبعدها الفعل في المصدر. الطريقه الثانيه انك تبدا الفعل بالجمله بالفاعل وبعدين تستخدم no longer اللي معناها لم يعد، او كلمه never اللي معناها برضو اطلاقا او لم يفعل، وبعدين الفعل في الجمله، بس ده فعل هيكون في التصريف الثاني لان ده ماضي. الطريقه الثالثه انك برضو تبدا بالفاعل وبعدين تستخدم didn't، وdidn't لازم بعدها المصدر، وفي الاخر تستخدم any longer او ممكن مكانها any more. وهنا بقى محتاجين نضرب كام مثال عشان نفهم. انت عايز تقول لي مثلا انا لم اذاكر، فهتقول لي I didn't اللي معناها لم يذاكر المصدر، يبقى study، I didn't study، دي صح. طيب الطريقة التانية انك تقول لي I no longer ونجيب بعدها ماضي بسيط، يبقى I no longer studied،
حلو، او بدل no longer نستخدم never. طب الحته الثالثه انك تستخدم فاعل اللي هو I، وبعدين تستخدم didn't والمصدر، فهتقول didn't study، وفي الاخر خالص هنقول any longer، وممكن نقول anymore. في ملحوظه هنا عايزك تاخد بالك منها لو انت مش واخد بالك، ان no longer دي مكانها في نص الجمله، any longer و any more دول مكانهم في اخر الجمله وما ينفعش نبدلهم. حلو، الملحوظه اللي بعد كده في الماضي البسيط، علشان احنا عايزين ناخد القاعده بشكل موسوعي محترم كده. الملحوظه اللي بعد كده بيقول لك ان اي لفظه تدل على النفي في اول الجمله بنعمل حاجه اسمها انفيرجن. الانفيرجن ده بالعربي كده يعني الاقلاب. يعني ايه الاقلاب؟ بس قبل ما ابدا، بس تعالى اقول لك الكلمات اللي بتدل على النفي، زي كلمه نيفر، زي كلمه ليتل مثلا، زي كلمه اونلي، زي مثلا سكيرسلي، زي كمان هاردلي، وزي نو سونر، وزي كلمه ريرلي، وزي سلدم. الكلمات دي كلها كده بتعبر عن النفي. اي واحده من دول تبدا الجمله بيها اعمل حسابك انك تعمل انفيرجن. بس في لفظه انا قلت لك انا ركز فيها، ان اي لفظه، اي لفظه بتعبر عن النفي نعمل انفيرجن. طب بمعنى ان لو عايز اقول لك مثلا I never used a camera، انا عمري ما استخدمت الكاميرا. حلو، لو انت بدات الجمله بنيفر هتعمل انفيرجن. يعني ايه الانفيرجن ده؟ انك تعمل كلمه النفي اللي انت عايزها، وبعدين الفعل مساعد، وبعدين الفاعل، وبعدين الفعل. بس انتبه ان في اخر الجمله دي انت هتحط لي نقطه، بالرغم انك جبت الفعل المساعد قبل الفاعل، بس برضه نقطه. طب عايز اعمل انفيرجن لاي نيفر يوزد كاميرا، هتبقى نيفر فعل مساعد، بما انك يوزد ماضي فناخد فعل مساعد ديد، وبعدين الفاعل اي، وبعدين الفعل في المصدر يوز اكام، وتحط لي في الاخر نقطه. يبقى نيفر ديد اي يوز اكام معناها انا لم استخدم كاميرا قبل ذلك. جمله كمان برضه ممكن نستخدم كلمه مثلا هاردلي ديد شي arrive، وطبعا بتكمل الجمله الاخر. اللي يهمني ان بدات كلمه هاردلي وهي كلمه بتعبر عن النفي، فناخد فعل مساعد فعل ونكمل. طيب جمله زي دي مثلا never use my camera، الجمله دي صح ولا غلط؟ والله وفقا للي انا لسه قايله لك حالا، احنا جبنا never في اول الجمله، المفروض نجيب فعل مساعد وبعدين فعل وكده، بس الجمله دي صح. ليه؟ لان الجمله دي معناها لا تستخدم كاميرتي، معناها لا تستخدم، يعني الجمله دي بتعبر عن النهي مش النفي. احنا متفقين ان الجمله لو بتعبر عن النفي، ايه الفرق بين الاثنين؟ النفي معناها انك بتقول ما عملتش، طب النهي معناها انك بتقولي لا تفعل. طبعا المعنى كده اتغير. طيب الفكره اللي بعد كده في الماضي البسيط، الفكره اللي بعد كده هي قصه اسمها يوزد تو، وانا هحكيها لك بالتفصيل فركز معايا. اولا عندك يوزد تو دي لها معنيين، معناها يستخدم في الحاله دي كده ليها شكلين اتنين، والشكلين الاثنين فيهم فيرب تو بي، لان ده معناها يستخدم فيه يعني مبني المجهول. فهتقول لي بي يوزد تو، وتقول لي برضو بي يوزد فور. بس لو خدنا تو هنجيب بعدها الفعل في المصدر، لكن لو خدنا فور هنجيب بعدها الفعل مضاف له اي ان جي. ركز لي ان الاثنين دول معناهم يستخدم فيه. فتقول لي ذا بن از يوزد تو رايت، او ذا بن از يوزد فور رايتنج. حلو، دي سهله وخفيفه ولطيفه ما فيهاش مشكله. المشكله بقى والتكات كلها في يوزد تو اللي معناها معتدئا. لو كلمه يوزد تو، لو يوزد تو دي معناها معتاد ان، فانا قدامي اتنين برضه، ان استخدم يوزد تو او استخدم بي يوزد تو. بس لو استخدمنا يوزد تو بس هناخد بعدها المصدر، لو استخدمنا بي يوزد تو فناخد بعدها الفعل المضاف له اي ان جي. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ يوزد تو المصدر معناها كان متعود يعمل شيء وبطل يعمله. طب بي يوزد تو اي ان جي كان متعود يعمل شيء وما زال يفعله. واحد بيقول لك مثلا ان انا عدت ان العب كوره من زمان ولسه بلعب لحد النهارده، فاقول لك اي ام يوزد تو بلاينج فوتبول. اي ام يوزد تو بلاينج فوتبول دي ام از ار يوزد تو، والفعل في اي ان جي معناها اني متعود وبلعب الى الان، فدي اكيد معناها اي ستيل بلاي، يعني انا ما زلت العب، او اي ستيل دو انني ما زلت افعل، نفس المعنى. يجي في جمله بقى من الجمل مثلا ويقول لك ساره مثلا، ساره نو لونجر ستاديز، ساره ما عادتش بتذاكر، از شي زي ما هي، اختار بقى انت واحده من دول. يا ترى هتقول يوزد ولا هنقول يوزد تو دو، ولا نقول يوزد تو بي، ولا نقول يوزد تو؟ قبل ما احل عايزين نترجم يوزد دي لوحدها كده معناها استخدم. طب يوزد تو دو معناها اعتاد ان يفعل.
طب يوز تو بي اعتاد ان يكون، طب يوز تو معناها اعتاده. فالطبيعي بالعربي انت بتقول لي ساره ما عادتش بتذاكر زي ما هي اعتادت ان تفعل، او زي ما هي اعتادت او كانت معتاده، فانت عندك اجابتين صح. طيب فالفكره ما فيها انك انت عندك فعل اللي هو كلمه ستادي، ده فعل، فلما نيجي ناخد يوز تو نجيب بعدها فيرب تو دو عشان يناسب الفعل ده. طيب واحد كمان بقى عشان توضح الفكره اكتر، لما اقول لك مثلا عمر is no longer smart، عمر ده لم يعد ذكيا، as he، ايه اللي ممكن نستخدمه من الاربعه دول، الاربع اختيارات اللي فوق دول، عمر لم يعد ذكيا كما هو اعتاد، يبقى هنقول used to. وطبعا مش هينفع اقول لك عمر لم يعد ذكيا كما اعتاد ان يكون ولا كما اعتاد ان يفعل، الطبيعي ان هو قال لك هنا عمر يكون، فالطبيعي انك انت برضو هتقول كما اعتاد ان يكون، فهتقول لي برضو used to be. ركز معايا في الجملة دي، انت بتقول لي عمر لم يعد يكن ذكيا كما اعتاد ان يكون، فعشان كده قلنا used to be. لكن سارة لم تعد تلعب، لم تعد تذاكر، لم تعد تقرأ، فكل ده فعل، فعشان كده بتقول لي كما اعتدت ان تفعل. طب ده بالنسبة لحتة used to. برضو في سياق مختلف لدي، ان هو ساعات يقول لك مثلا عمر used to study، عمر كان متعود زمان يذاكر، but now لكنه الآن، هي هتقول لي بقى هنا doesn't ولا isn't ولا didn't. هروح انا مترجم العربي الاول، انا بقول لك في الجمله عمر ما عاد كان متعود زمان يذاكر، لكنه الآن لا يفعل، يبقى انت عايز مضارع، يبقى doesn't. دي isn't يعني لا يكون، وdidn't دي مع الماضي وانت بتقول لي الآن. طب افرض عمر didn't use to study but now he، هترجم عربي، انت بتقول لي عمر didn't use to يعني ما كانش زمان بيذاكر لكنه الان يفعل، but now he does. طيب سياق تالت او فكره ثالثه لنفس السؤال برضو، بقول لك عمر used to be calm، عمر ده اعتاد ان يكون هادئا، but now لكنه الان he، يا ترى هنقول isn't ولا هنقول doesn't؟ هنترجم عربي، انت بتقول لي عمر اعتاد ان يكون هادئا لكنه الان لا يفعل ولا لا يكون؟ الطبيعي اعتاد ان يكون لكنه الان لا يكون، فعشان كده ناخد isn't. طب ده بالنسبه لحته used to والفعل في مصدر وهكذا. طيب هيجيني واحد طالب يقول لي يا مستر انت قلت لي ان used to دي لها شكلين، مره قلت لي ان be used to وبعدها الفعل مضاف له ing، وجيت مره تانية قلت لي بي used to وبعدها الفعل في المصدر. هروح انا اقول لك حاجه واحده بس، ترجم، لو لقيت ان بي used to معناها معتاد ان، يبقى هتجيب بعدها ing. طب لو لقيت ان بي used to معناها يستخدم في، فناخد بعدها الفعل في المصدر. على سبيل المثال احنا هنا نقول عمر is used to reading، ده معناها ان عمر معتاد ان يقرا. طيب لو انت قلت لي مثلا a pen is used to، يبقى القلم يستخدم في ف is used to المصدر، يبقى is used to write. ده حته الثانيه، قصه used to دي عايزك تعرف انها بتلخص في كلمتين اتنين، ان كلمه used to كان معناها كان معتاد ان يفعل شيء وبطل، او كان معتاد ان يفعل شيء وما زال. فلو انت قلت لي معتاد كان معتادا ان يفعل لكنه توقف، فانت قدامك رقم واحد انك تجيب الفعل اي مضاف اي ان جي ووز هيز او ماي هابت، دي اول طريقه، بمعنى انك مثلا تقول ريدنج القراءه ووز ماي هابت، القراءه كانت عادتي، دي معناها ان انا بطلت اقرا. السياق الثاني انك تستخدم الفيرب تو بي في الماضي، يعني ووز اوير وبعدين يوزد، الطريقه الثانيه بي ووز اوير يوزد تو والفعل مضاف له اي ان جي، فاقول لك مثلا اي ووز يوزد تو ريدنج. انتبه هنا ان انا قلت لك ريدنج ووز يعني ماضي، طب اي ووز يوزد تو فده برضو ماضي. السياق الثالث برضو اللي بنفس المعنى، يبقى لما ابيض السياق الثالث انك تستخدم كلمه جوت او بي كيم او جرو يوزد تو والفعل مضاف له ing. السياق الرابع
انك تقول لي مثلا فاعل ايا كان الفاعل ده was in the habit of وبعدها ing، ده معناها ان هو كان معتادا ان يذاكر مثلا. فاقول لك ايه بقى لو انا اقول لك ان احمد كان متعود يذاكر وبطل، فاقول لك studying was احمد's habit، او احمد was used to studying، او احمد got used to studying، او احمد was in the habit of studying. كل دول معناه ان العاده دي كانت عاده عنده في الماضي وبطل يعملها. او الاخيره بقى انك تقول لي الفاعل اللي هو احمد مثلا usually، وتجيب بعدها الفعل في الماضي فنقول usually studied. طب افرض انا عايز اخلي دي مضارع، كل السياقات دي عايز اخليها مضارع عاده كان بيعملها ولكنه مستمر الى الان، هتروح انت شايل ال was دي تخليها is، هتقول مثلا reading is my habit، يبقى ده معناها العاده مستمره. او I am used to reading معناها انها مستمره. او انك تيجي هنا مثلا تقول لي في دي was in the habit of، هتقولي I am in the habit of reading، او احمد usually studies، او I usually read. كل ده كده اصبح عادة مستمرة ولسه شغالة. كمان في حتة used to ممكن نقول there used to be، او ممكن نقول مثلا they used to have. ميز بين الاثنين دول، الاولانية there used to be دي معناها اعتدنا ان يكون هناك، عايز اقول لك اعتدنا ان يكون هناك مدرسه في قريتي، يبقى زير يوز تو بي اسكول ان ماي فيليج، اعتدنا ان يكون هناك بنكا بجانب منزلنا، فناخد السياق ده. طب زير يوز تو هاف معناها اعتادوا ان يمتلك، اعتادوا ان يمتلكوا. بمعنى ممكن اقول لك مثلا زي يوزد تو هاف ا كار، وطبعا انت عارف لما تقول زي يوزد تو هاف ا كار ده معناها ان زي هاف نو كار ناو، ان هما اليومين دول ما عادش عندهم، او زي نو لونجر هاف ا كار ان هما لم يعدوا يمتلكون سياره. كمان لقاموسك انك لما تسال بهاو لونج اجو اعرف ان دي ماضي، ممكن نستخدم بدلا منها وين. فهاو لونج اجو ديد يو ليف ان كايرو، وين ديد يو ليف ان كايرو، نفس المعاني. من الجمل تقريبا الاخيره اللي عايز اقول لك عليها ان ممكن اقول لك عمر يوزد تو study، عمر اعتاد ان يذاكر more than، في اتنين ينفعوا هنا، ممكن تقول more than me رقم اتنين، ممكن تقول more than I used to او I used to be ولا do بقى، لا هنقول to do. طب ليه؟ اصلك في الجملة بتقول لي عمر اعتاد ان يذاكر اكثر من ما انا اعتدت ان افعل، لان المذاكرة فعل. او عمر اعتاد ان يذاكر اكثر مني، او عمر اعتاد ان يذاكر اكثر مما اعتدته، فهما التلاتة صح. طب افرض بقول لك عمر used to be more patient، عمر اعتاد ان يكون اكثر صبرا than، هنا بقى هنقول than me اكثر مني، او than I used to be. وليه بي؟ عشان هو في الجملة قال لك used to be، والعربي عمر اعتاد ان يكون صبورا اكثر مما انا اعتدت ان اكون، فلاحظ دي عشان ده مهم. وكمان في اضافه كمان ممكن نضيفها لكل واحده من دول افتكرتها، انت بتقول لعمر اعتاد ان يذاكر اكثر مني، او اكثر مما انا كنت معتادا، او اكثر مما كنت معتادا ان افعل، وكان ممكن نقول more than I did مما انا فعلت. وهنا في الثانيه ممكن نقول عمر اعتاد ان يكون صبور اكثر صبرا مني، او مما اعتدت ان اكون، او من ما انا كنت، زي يبقى than I was. يبقى كده تاني، اكثر مني، اكثر مما اعتدت ان اكون، او اكثر مما انا كنت، وهما الثلاثه نفس المعنى والثلاثه صح. اخر كلمتين في الماضي البسيط اللي هو الماضي البسيط في المبني للمجهول، عباره عن بتبدا الجمله بالمفعول وبعدين تستخدم الفيرب تو بي وبعدين الباست بارتيسيبل. على سبيل المثال انك تقول لي مثلا she was taken to prison، يعني هي اخذت الى السجن. انت خدت هنا was taken بمعنى اخذ، بس وانت بتحل لاحظ ان في اصلا حاجات ما ينفعش تيجي مجهول، بمعنى انك تقول لي the house المنزل نقط in 2005 او 4 اي حاجه من دي، collapse يعني انهار، فلو قلنا هنقول انها collapsed ولا was collapsed، الطبيعي ان المنزل انهار فناخد دي، ما ناخدش was collapsed لان collapse ما تجيش مجهول. في افعال اصلا ما بتجيش مجهول زي كلمه collapse اللي معناها ينهار، زي كلمه happen اللي معناها يحدث، زي this appear اللي معناها يختفي، زي live اللي معناها يعيش، ما ينفعش اقول اهيره مثلا ولا احدثه،
ولا اختفي ولا عيش ما ينفعش. الماضي البسيط كده خلص، بس في ملحوظتين اتنين عايزك تعرفهم. ممكن اقول لك it's time او it is high time، تمام، ونجيب بعدهم فاعل وبعدين بسط، نجيب بعدهم فاعل وبعدين ماضي بسيط. هنا كده في ماضي بسيط، ماضي بسيط، او ان احنا نجيب بعدهم to والفعل في المصدر، او نجيب بعدهم for وبعدهم الاسم. بص على الامثله كده، ممكن تقول it's time I slept او it's time to sleep، او ممكن اقول لك it's time for breakfast. يبقى it's time او it's high time بنفس المعنى. طب دي معناها ايه؟ معناها وقت الشيء مر دون ان افعله. على سبيل المثال، انت بتنام كل يوم الساعة 8، ميعاد النوم بتاعك الساعة 8، بتبص في ساعتك لقيتها 9:30، حلو، فبتقول دلوقتي ايه؟ ان ميعاد النوم عدى. تقولها ازاي؟ هتقول بقى it is time I slept. اللي معدي عليك في الشارع يسمعك بتقول الجملة دي يفهم ان موعد النوم مر ولكنك لم تنم. طب انت عايز تقول ميعاد الغداء بتاعي عدى وانا ما اتغديتش، يبقى it's time I ate او I had my lunch. طيب عندك برضو I'd rather دي لها احتمالات ثلاثة، انك تاخد بعدها المصدر، او انك تاخد بعدها فاعل وبعدين ماضي بسيط، او انك تاخد بعدها فاعل وبعدين ماضي تام. طيب بناخد فاعل وماضي بسيط لو المعنى بتاع الجملة طلع مضارع او مستقبل. طب ناخد ماضي تام لو المعنى بتاع الجملة طلع اصلا زمن ماضي. على سبيل المثال اقول لك I'd rather you had given me money yesterday. yesterday ده ماضي، ياريتك اعطيتني يبقى had given. طب ياريتك تساعدني، تساعدني دي مضارع، فاقول لك I'd rather you helped me. الحتة برضو اللي زيهم بالظبط وش دي من القواعد اللي ما بتبطلش تيجي في الاسئلة بالرغم ان هي اصلا مش في المنهج. I wish يعني اتمنى. ممكن نستخدم بدلا منها حتة كده اسمها if only. اتنين دول بناخدهم، بناخد بعدهم could او would لو الجملة، لو الجملة طلعت مستقبل. بناخد بعدهم ماضي بسيط لو الجملة طلع زمانها مضارع او معناها مضارع. ماضي تام لو المعنى طلع في الماضي. طب مثال I lost my car. I wish I not it today. انت بتقول في العربي انا متعمد احط لك هنا lost، بقول لك انا ضيعت العربية بتاعتي، اتمنى لو انني اجدها اليوم، يبقى ده كده مضارع. فهنا هنستخدم الماضي البسيط اللي هو found. احنا قلنا لو المعنى مضارع نستخدم ماضي بسيط، وما يغركش ان الجملة ممكن يكون مكتوب فيها ماضي اصلا كتير. جملة تانية she didn't come، هي لم تأتي to the party. she wishes بتتمنى she ان هي had come، بتتمنى لو انها جاءت. انت قلت لي هنا جاء ماضي. طيب I wish I not taller، ده معناها ان انا قصير، اتمنى لو انني اكون اطول، يبقى I wish I were taller. ولاحظ ان الحته دي هكتبها لك ان مع كل ضمائر الفاعل مع وش، كل ضمائر الفاعل مع وش بنستخدم وير، برغم ان الاي باخد معاها ووز وهي معاها ووز، لا بقول لك اي وش هي وير تولر، اي وش زي وير تولر، كله ياخد وير. القاعده الثانيه معانا صغيره جدا اللي هي زمن الماضي المستمر. الماضي المستمر اللي هو الفيرب تو بي اللي هو ووز او وير، والفعل مضاف له اي ان جي، معناها بالعربي كان يفعل، معناها ان حاجه كانت مستمره في زمن الماضي وخلصت. زي ما نقول مثلا she was studying math، يعني هي كانت بتذاكر الرياضيات، تفهم ان هي استمرت في المذاكره فتره في الماضي وبطلت. كل الكلام ده انت خدته قبل كده ماضي بسيط وماضي مستمر تهريج يعني، بس كل ما في الموضوع ان احنا بنفكر بعضينا كده عشان ما ننساش. المهم ده الماضي المستمر. طب الفعل المساعد مع الماضي المستمر عندك ووز وعندك وير، فلما تحب تسال سؤال او تنفي هتستخدم ووز وير. فاقول لك مثلا ماذا كنت تفعل، يبقى وات وير يو دوينج، واحنا طبعا ماشيين بنفس التركيب اداه استفهام فعل مساعد فاعل فعل، او النفي نقول لك they weren't reading، يعني هم لم يكونوا يقرؤون، ما كانوش بيقرؤوا. الماضي المستمر ده ممكن يجي مع تركيبات مع كلمه while ومع as
ومع جاست اس. الناس دي بنجيب بعدها فاعل وبعدين ماضي مستمر وبعدين ماضي بسيط. بس عايزك تفهم تركاية كده، ان الماضي المستمر ده يعني الحدث ده كان مستمر، وماضي بسيط يعني ده بنسميه الحدث القاطع. يعني ايه حدث قاطع؟ خد المثال ده: while Sam was reading، بينما كان سام بيقرأ منى shouted، منى نادت عليه. لو انت مسكت كده هقول لك هو سام كان مستمر في القراءة، تمام؟ ايه اللي قطع القراءة؟ ايه الحدث القاطع اللي حصل؟ ان هي شوتت. فشوتت ده ماضي بسيط لانه حدث قاطع، قطع اللي كان مستمر. فانت بتستخدم بعد وايل ماضي مستمر وبعد ماضي بسيط. دي حتة بقول لك كمان ان احنا ممكن بعد وايل نستخدم الفعل مضاف له ان جي، بس بشرطين اتنين مش شرط واحد. اولا لو مفيش فاعل، ثانيا الفاعلين في الجملة واحد. بمعنى انت في الجملة دي قلت لي while Sam، لما سام كان بيذاكر منى shouted، الفعل الاولاني سام والفعل الثاني منى، ينفع نحذف سام؟ لا ما ينفعش، لان هنا غير هنا. طب افرض انت قلت لي في جملة مثلا while Sam was eating، لما كان سام بياكل he slept، هو نام. لو سألتك هو مين اللي كان بياكل؟ سام. طب مين اللي نام؟ سام برضو. هنا ينفع بقى نحذف، وهنحذف ازاي؟ بنحذف الفاعل والverb to be، وتروح انت كاتب لي while eating، اثناء تناول الطعام، سام slept. وهنا بقى كان جت عليها جملة كان بيقول لك while not high in the sky the pyramids الاهرامات يعني looked small، الاهرامات بدت صغيرة. في الجملة اللي قدامك دي هتقول لي بقى while flying ولا I was flying؟ هبص في الجملة، الفعل الاولاني مش مكتوب، بس الفعل الثاني الاهرامات شكلها صغير. لو انت قلت لي while flying يبقى كده الفعل الاول والثاني واحد، يبقى كده معناها الاهرامات كانت طايرة في السماء. لو انت قلت لي while flying معناها بينما كانت الاهرامات طايرة في السماء كان شكلها صغير، طبعا ده تهريج. الطبيعي ان انا اللي كنت طاير في السماء والاهرامات هي اللي كان شكلها صغير، فالفعل ده غير الفعل ده فما نحذفش، يبقى الاجابة I was flying. طيب الحتة اللي بعد كده، افرض الحدثين مستمرين مع بعض، فهنا في الحالة دي بعد while هنستخدم ماضي مستمر والناحية التانية برضو ماضي مستمر. زي مثلا اقول لك مثلا while the mechanic بينما الميكانيكي was fixing my car I was reading a book. يعني ساعة ما الميكانيك كان شغال بيفحص في العربية انا كنت شغال مستمر في قراءة كتاب، فالحدثين الاثنين مستمرين، فناخد ماضي مستمر ماضي مستمر. عندك بقى الحاجة وين دي اللي ملهاش اي كبير، ممكن نجيب بعدها ماضي بسيط وبعدين ماضي مستمر، ممكن نستخدم ماضي مستمر وماضي مستمر، ممكن ماضي مستمر وماضي بسيط عادي. فاقول لك مثلا when احمد came I was reading، او when I was watching احمد was reading، او when I was reaching احمد came. لاحظ ان when دي ملهاش كبير، بيجي معاها كل الازمنة طبعا وفقا للترجمة. فكرة من الافكار المهمة اني بقول لك انك لما تعبر عن جملة زي دي while I was on holiday، معرفش I met سلوى مثلا، انا قابلت سلوى، بقولك ان انت لو جبتلي بعد while فاعل وبعدين ظرف ممكن تحذف الفاعل والverb to be ورا بعض. يعني انت ممكن في الجملة دي كده تحذف I was وتبقى الجملة while on holiday وتكمل الجملة، زيها برضو while I was at university هتحذف I was وتقول لي while at university مباشرة وتكمل الجملة، يبقى الجملة كده زي الفل. ده بس الكلام ده يحصل مع while فقط مش مع اي حد تاني. بالنسبة لديورينج يا شباب، ديورينج دي ما ينفعش نجيب بعدها ان جي ابدا، نجيب بعدها اسم عادي، ممكن نجيب الاي ان جي زائد اسم على بعضهم كده، هي phrasal noun يعني ماشي. بمعنى اقول لك during the match اثناء المباراة، كده انا جبت بعد during اسم. طب ممكن اقول لك كمان during waiting time اثناء وقته الانتظار، ده كده مش فعل مضاف له اي ان جي، ده اسم. طيب ينفع نقول during waiting مثلا I
slipped لا مش ينفع. الجملة الأخيرة دي كده لازم أعمل لك عليها بالأحمر غلط غلط غلط. يبقى during يجيب بعدها اس، أهلا وسهلا. طب الفعل مضاف له اي ان جي زائد اسم برضو اهلا، لكن اي ان جي لوحدها يبقى كده ده غلط. خد بالك ان عندك اون ممكن نجيب بعدها الفعل مضاف له اي ان جي وبرضو ممكن نجيب اسم. على سبيل المثال اقول لك اون ريتشنج سكول او اون ماي ارايفل، اون ماي ديبارتشر اللي هي اثناء مغادرتي، فدول كده during بعدها اي ان جي او اي ان جي زائد اسم او اسم بس. طب اون اي ان جي لوحدها واسم لوحده واثنين ينفعوا. قبل ما اقول لك على صيغه المجهول في سياق كده بيقول لك في حاله، ده مكتوب في الكتب يعني فانا مش عايزك تقتنع بيه تماما، التحديد الدقيق للزمن نستخدم ماضي مستمر. بس انا عايزك تعرف ان دي مش قاعده خالص، انا بقول لك دي حاجه مكتوبه في الكتب وعايز اكذبها لك عشان انت بتحل تعرف ان الموضوع محتاج ترجمه. ممكن اقول لك مثلا yesterday، yesterday بالامس، at 2 morning امبارح الساعه 2 الصبح. تخيل yesterday و 2 و morning يعني وقت محدد بغباء. I not my car، يا ترى هنا هنقول well, I was losing ولا lost؟ هقول I lost، اصل بتقول امبارح الساعه 2 الصبح انا ضيعت العربيه بتاعتي، او I broke my pen انا كسرت القلم بتاعي. لكن انت ممكن تستخدم التركيبة دي زي ما هي كده مع ماضي مستمر، بمعنى yesterday at 2 I was reading، يعني اصل القراءة دي وقت ينفع ياخد وقت ينفع يستمر. لكن الفقدان انت فقدت الشيء مرة واحدة، اتكسر مرة واحدة، I fell مرة واحدة، وقعت مرة واحدة، فانت محتاج الترجمة عشان تعرف تحل اي جملة فيها فكرة وافتكاسة. بعد كده عندنا المبني للمجهول. المبني للمجهول مع المضارع المستمر، مع الماضي المستمر كالتالي، عبارة عن المفعول في أول الجملة، وبعدين الفيرب تو بي اللي هو ووز أو وير، وبعدها نستخدم بينج، وبعدها نستخدم الباست بارتيسيبل. موضوع خلصان. ماي كار سيارتي ووز بينج فيكسد، يعني سيارتي كانت تصلح. ووز بينج والباست بارتيسيبل. عمر ووز بينج helped، يعني عمر كانت تتم مساعدته، كان يساعد. was aware being past participle. طيب بس خد بالك واحترس، زي ما قلنا ما ينفعش اقول لك was being واجيب بعدها past participle مثلا، دي كده مظبوطه. طب لو انا قلت لك was being sad دي كده غلط. ليه؟ احنا متفقين ان الفيرب تو بي كده اصبح فعل اصلي في الجمله، وهو انه اصلا ما ينفعش يجي مستمر، فدي غلط. يعني اي was aware وبعدين being تصريف الثالث دي مظبوطة. طب اي was aware بعدها being وبعدها اسم او صفة او ظرف يبقى ده تهريج. حلو كده بتوفيق ربنا في حالة من الهلكان النفسي والبدني انا خلصت الماضي البسيط وخلصت الماضي المستمر. هنسمعه ان شاء الله ونحل عليه القاعدة مع بعض. لو في حاجة مش واضحة قول لي انا عندها تاني. لو في نقطة مثلا من النقاط دي انت حاسس انها ربخت معاك قول لي وانا اعيدها لك تاني، لاني اشعر بانني شديد الملل في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.